سبت نادي الاهلي سنه 2006 كان ماتش اعتزال وبعد كده رحت السعوديه. هل السبب كان ايه يا ترى؟ كان سبب اصابات ولا كان حاجه تانية؟ في موسم 2005 2006 رحت السعوديه، رحت النادي الوحده ثلاث شهور. يعني ما كنتش في احسن حالاتي، اللي خلاص كنت شبه ببطل، يعني كان سني صغير. انا مواليد 77، في 2006 كان تقريبا ما كملتش 29 سنه، فتاخد القرار ده كان صعب عليا. ايه اللي خليني اخد القرار ده؟ طبعا كانت مرحله من الاصابات اللي اعتقد ان هي كانت صعبه في التفكير وفي النفسيه. يعني انت واحد ما كملش 27 28 سنه وعنده اصابات كتير، طبعا وعامل تسع عمليات، كان عامل تسع عمليات في ركبتي. يعني ستة ناحية اليمين وستة في الركبة ستة في الركبة اليمين وثلاثة في الركبة الشمال. فمشوار كبير جدا من الإصابات، رغم إن هو يبان إن هو مؤلم جدا ومؤلم نفسيا وعلى المستوى البدني كمان وكل حاجة، لكن علمني حاجة حلوة جدا، علمني الصبر. يعني في إصابات كانت بتستمر معايا بست شهور، في ثلاث شهور وفي ست شهور وفي شهرين، عدد كبير جدا من الأيام الإصابات، لكن بتديني صبر، علمتني الصبر، استخدمتها. يعني في حاجات كتير جدا تبان انها وحشه في مظهرها، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيبقى شايل لك حاجه حلوه جدا بتتعلم منها، بتستخدمها في وقت تاني بتبقى افضل لك. يعني فعلمتني الصبر، كانت مرحله من الاصابات كتير زي ما قلت لك، تسع عمليات، ده في عدد سنين قليل، ما كانش كبير. يعني استفدت منها بعد كده كمان لما جيت بطلت، في توجيه حتى اللعيبه، لان انا مريت بنفسيه صعبه، وانت لعيب كوره اصاباتك بتبقى متكرره، رجوعك ممكن يبقى فيه شك لو انت ما عندكش القوه الشخصيه او القوه العقليه اللي تدي لك افضليه في كيفيه العوده، لان انت لما بترجع الناس بتنسى انت كنت مصاب ولا ما كنتش مصاب، بيحصل تعاطف وبعدين بيحصل تقييم. الاول الناس بتتعاطف معاك وبعدين بتقيمك على طول على طول، خلاص بقى. يعني هي بتتعاطف معاك حتى في مراحل الناشئين والولاد الصغير لسه طالعه، لازم تمر بده، فانت مهم قوي ان انت توصل لهم ده، ان الناس هتتعاطف معاك بحكم سنك وصغره، بحكم ان انت لسه بادئ، فالناس بتتعاطف معاك. لكن بعد شويه بتخش في مرحله التقييم، لما تخش في مرحله التقييم لازم تكون انت مؤهل شخصيا وعقليا ان انت تستحملها وتعديها. يعني مش بس حرفيه، لا طبعا. بصي، انا ميل ان اكتر حاجه تساعد اي حد على النجاح هي عقليته، مش موهبته بس. لو قعدنا كده مثلا دقيقتين ثلاثه نسترجع كم واحد كان موهوب، هتلاقي عدد كبير جدا جدا. طب مين واحد كمل؟ كم في الميه كمل؟ عشان كده احنا مع اولادنا، حتى يعني احنا مع اولادنا الموضوع ما بقاش بالورقه والقلم زي ما بيقولوا، لا ده بقت حاجه انت بتستثمر في اولادك. يعني في عاطفه بينك وبينهم وكل حاجه، لكن كمان لو انت اب ذكي، خلي بالك ده مشروعك. يعني كابتن، حضرتك شايف ان كل النجوم اللي موجوده في الساحه دي هي متميزه عن الناس اللي عندها مواهب تانية زيها، انها عرفت تدير موهبتها بعقلها كويس. مفيش حد في مكان كبير مش هيبقى صاحب عقليه كبيره. تمام، صعب الاثنين، ولو حصلت هتبقى مساله وقتيه.